دي 40 جنيه تبقى ب 40 جنيه 65 جنيه بقصير ده كده هتبقى ب 45 جنيه دي عامله 40 جنيه 65 جنيه بقصير عامل 65 جنيه مبطن عامل 80 برضه يبقى ب 80 جنيه عامل 80 جنيه برضه سعره 80 جنيه سايز واحد ب 75 جنيه يبقى عامل 60 جنيه عامل 80 جنيه وموجود منه اربع مقاسات 85 جنيه حضرتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند مكتب ارزاق والاسعار بادئه من اول 40 جنيه للقطاعي الجمله والكميات هيكون ليها اسعار خاصه المكتب اللي احنا بنصور فيه ده هيكون للكميات والجمله بس لو عايزين قطاعي بنفس اسعار الفيديو اللي احنا بنقول عليها دي هتاخدوها من عماره خان الخليلي العنوان بالتفصيل متصور للجمله وللقطاعي في اخر الفيديو هتروحوا فين للجمله وهتروحوا فين للقطاعي سايبه لكم العنوان بالتفصيل في اخر الفيديو وهسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله هنبدا بايه معانا نبدا بحاجه زي كده ازيك يا ياسين الاول منورنا هنبدا بحاجه زي كده نبدا بحاجه زي كده دي عامله سعرها 40 دي 40 جنيه دي وان سايز ها تمام كلنا كذا رسم كل ده يبقى ب 40 جنيه تمام الاسعار دي قطاعي يا جماعه الجمله والكميات ليها اسعار خاصه خاصه سعر خاص بالجمله تمام تمام وفي حاجه برده زي كده عامله 45 برده حاجه زي كده هتبقى ب 45 جنيه تمام الوان متاحه من كل اللي بنشوفه ده كل الالوان موجوده تمام اي حاجه منها حاجه زي كده كام برده ما هو ده نفس الالوان ده اه ده لون ده 45 تمام في برده عندي بادي ساده زي كده بادي ساده عايز اقول لكم ده تحفه تحت الهدوم حلو قوي قوي هياخد معاك وضع الجسم حلو قوي عامل كام ده طيب؟ ده عامل 40 طب افرضوا لنا ياخدوا سكرين على السعر بص الشياكه دي عامله 40 جنيه بس تمام تسلم ايدك الوانه كلها متاحه كل الالوان موجوده تمام ده برده اللون الثاني منه ده برده 40 جنيه موجود كل الالوان عايز اقول لكم ده تحت البليزرات والحاجات دي بيبقى تحفه وعندي حاجه زي كده برده كام قطن ده البرش ده البرش برش تحفه عامل كام ده؟ البرش ده عامل 65 65 جنيه عايز اقول لكم ده خفيف وبيدفي قوي متاح كل الالوان بس ده ميديم فيه مقاسات ميديم لارج اكس 2 لحد دبل اكس تمام حلو قوي تمام موجود منه كل الالوان الوانه كلها متاحه هم احسن لونين اللي انت بتفتحهم دول في الوان كتير الوانه كلها متاحه بس على طول بيبقى السيلفر والجري الغامق ده بيبقى تحفه تمام يمشي مع اي حاجه حلو قوي تمام عندي بقى حاجه بودي زي كده بزراير ايه الشياكه دي عامل كام ده برضو ده عامل 80 متاح كل الوان ده 80 جنيه متاح كل الوان ده اللي هو البيكا اه ده بيكا ده بيكا حلو قوي قوي ميديوم لارج اكس 2 حلو جدا ده تسلم ايدك لحد دبل اكس في حاجه بقى زي كده خامه كابوتينيه الكابوتينيه وسعره كام دوت سعره عامل 65 ده هيبقى 65 ده قطاعي 65 جنيه حلو قوي الكابوتونيه يا جماعه اللي هو بيبقى زي المبطن كده تمام تسلم ايدك وعندي حاجه بقى خامات ايه بيك سايز البيك سايز الناس اللي بتسال على البيك سايز حلو قوي عامل كام ده؟ برضه 65 متاح كل الالوان 65 جنيه بيك سايز بصوا اهو بيك سايز عامل 65 جنيه تسلم ايدك حلو جدا ده عندي بقى سويت شيرت مقاسات البيك سايز ولا هو مقاس واحد بيك سايز؟ لا البيك سايز مقاس واحد مقاس واحد تمام عندي بقى سويت شيرت زي كده عامل كام ده برضه يا سيدي؟ 80 سويت شيرت ميلتون مبطن ده ميلتون مبطن عامل 80 جنيه تمام ده لون ثاني برضه ميلتون بص الوانه كتير احنا بنجيب لكم بس عينه كده ده برضه هيبقى ب 80 جنيه ميلتون مبطن تسلم ايدك 80 جنيه ده برضه نفس السعر برضه بس ديزاين ثاني اه ده سويت شيرت عامل 80 جنيه برضه سوستة برضه ده كابتشو وسوستة وعامل 80 جنيه منه برضه الوان مش لون واحد تمام كل ده سعره 80 جنيه تسلم ايدك الاسعار دي يا جماعه قطاعي الجمله هيكون ليها اسعار خاصه ده برضه 80 ميلتون برضه حوض من غير كابتشو تمام ده هيبقى برضه 80 انا عايز اقول لهم بس التطشين عامل ازاي بصوا يعني حاجه بجد الشياكه وده تطريز يا جماعه مش طباعه كمان ده من ميديوم لارج اكس 2 3 لحد 3 اكس عامل كام لحد 3 اكس؟ عامل 80 80 جنيه لحد 3 اكس في منه البيك سايز بتاعه برضه عامل 85 يعني فرق 5 جنيه بين البيك سايز والعادي تمام 80 جنيه لحد 3 اكس يعني ده لحد 3 اكس 80 لحد 5 اكس 85 تمام برضه لون تاني منه هو برضه تمام كل ده ب 80 جنيه لحد 3 اكس تمام تمام اللي هو رسم التومي غير اللي التومي بقى حلو قوي ده عامل كام ده برضه الشياكه دي كل ده مبطن وده سعره كام ده برضه 80 برضه الشياكه دي لحد 3 اكس برضه لحد 3 اكس ب 80 جنيه الناس اللي بتحب الحور بصوا 3 اكس اهو تمام حلو قوي دي ده برضه 75 سويت شيرت ده ب 75 جنيه بس شكله حكايه مبطن والله حلو قوي والتطعيم اللي فيه ده قطيفه يا جماعه بصوا طبشين جوه والشغل ده كله قطيفه ده قلنا هيبقى 75 75 متاح منه لحد دبل اكس ولا مقاس واحد سايز واحد ب 75 جنيه حلو جدا متاح الوانه كلها كل الوان كل درجات الوانه متاحه
مقفول برضه، يمشي مدارس ويمشي اه يمشي معاكم مدارس وخروج. حلو قوي ده. عامل كام ده؟ ده عامل 85. ده برضه ب 85 جنيه. تمام. خامة اقل درجة، اقل شوية. اه عامل 60 جنيه. يعني ده يبقى عامل 60 جنيه. ده برضه مقاسات. تمام. ده مقاسات الوان والوان. يعني ده ما عشان ما تشوفوش الشكل واحد وتقولوا انتوا قلتوا السعر تاني. دي خامة اقل شوية. دي اقل في الخامة. ودي خامة اعلى. ودي خامة اتقل شوية. ده تقيل شوية. تمام. حلو جدا. في معانا الشغل العالي شوية. اه في حاجات اعلى شوية. حاجة زي كده؟ اه حاجات زي كده. عامل كام ده؟ ده عامل 140. ده هيبقى ب 140 بس دي حاجات عالية. اه لا دي حاجات عالية. اه دي حاجات عالية. اه اطلة توبر ولا أي حاجة. حلو قوي ده. دي حاجة زي كده برضه ساقطة. حاجة زي كده مموه. عامل كام ده برضه؟ ده عامل 110. ده هيبقى ب 110. عايز أقول لهم ده يمشي ممكن أندر شيرت تحت ويتفتح. اه ويبقى حلو قوي برضه. البجهات اه اللي زي دي. بجهات بيضا. تمام. في حاجة زي كده عاملة 130. ده هيبقى عامل 130 سايز واحد ولا إيه؟ سايز واحد. 130 كل ده سايز واحد. في حاجة زي كده برضه. 130 برضه؟ اه عامل 130. في 130 جنيه. خمس ست الوان. حلو جدا ده. 130 ابقى اشوف لكم التبطين بس والشغل عالي قوي. تمام 130. دي برضه حاجه زي كده عامله 80 جنيه من اربع مقاسات. ده عامل 80 جنيه وموجود اربع مقاسات؟ اه ملتو. ده شبابي قوي. عامل 80 جنيه وموجود منه اربع مقاسات. اربع مقاسات. تمام. و10 الوان. حلو قوي قوي. السايزات هنا حلوه، الموديلات والالوان حلوه جدا. برضه في حاجه زي كده. عامل كام ده برضه؟ ده عامل 90. ده هيبقى عامل 90 جنيه طباعه وش وظهر وعامل 90 جنيه. منه برضه خمس ست الوان. موجود خمس ست الوان منه. حلو قوي قوي. وموجود مقاسات انا شايفه ده دبل اكس، ده اكس لارج حتى كمان. ده دبل اكس. عامل كام ده برضه؟ ده كام برضه؟ ده عامل 80. ده 80 جنيه بس ثبت لنا على السعر بس. اربع مقاسات. طيب تمام. ده 80 بصوا وسعره خاص بالجمله. تمام ده ب 80 جنيه. اه في منه الوانه بصوا اه الوانه كلها متاحه. 80 جنيه اي لون من دول، الوانه كتير قوي. وعايز اقول لكم جديد قوي ده. الخامه تحفه تحفه. زي كده عامله 75 برضه وش وده. بصوا وش وده وعامل 75 جنيه. اربع مقاسات. اربع مقاسات لحد دبل اكس ولا 3 اكس؟ ده لحد دبل اكس. عشان في من ميديم لحد دبل اكس يبقى اربع مقاسات برضه، وفي من لارج ل 3 اكس بيبقى اربع مقاسات برضه. تمام. في حاجه زي كده برضه ميلتون عامله 95. ده ب 95 جنيه. ميلتون 95. تسلم ايدك. حلو قوي. مقاسات والوان. مقاسات والوان كل اللي بتشوفوه ده مقاسات والوان. ده برضه 85. ده ب 85 جنيه برضه. حلو قوي. ظهر ساده الشغل يعتبر على الكم. حلو جدا. خامات تحفه قوي. لحد دبل اكس. قلنا عامل كام؟ 85. 85 جنيه لحد دبل اكس. حلو قوي. موجود برضو هنا يعني موجود هنا النص لوكس واللوكس. نص لوكس ولوكس. تمام. عامل كام الشياكه ده؟ لوكس. ده كده عامل 140. ده ب 140 جنيه بس عايز اقول لكم الشياكه قوي والشغل اللي فيه. بصوا ده مش تطريز بارز. ده مش تطريز بارز يا جماعه. ده دي طباعه يعني طباعه شوفوها تقولوا زي استرس كده. شغلها حلو قوي. 140 برضو. 140 جنيه الشياكه دي. انا عايز اقول لكم من جوه التبطين تحفه. تسلم ايدك. بصوا من هنا التبطين عامل ازاي. نقرب للقطيفه شويه. حلو قوي. حاجه برضو سويت شيرت زي كده عامل 140. ده يبقى ب 140 جنيه السويت شيرت زي ده. تمام 140 جنيه. برضو متاح الوان ومقاسات. الوان ومقاسات عامل زي الوتر بروف كده صح؟ بس الخامه قطي يعني تشوفوه من هنا تقولوا بطن بس. ايه الجمال ده؟ عايز اقول لكم التبطين بتاعه هو مش قطيفه بس مقرب للقطيفه قوي قوي. حلو قوي. وعندي حاجه زي كده ب 145. ده هيبقى ب 145. اه برضه لحد دبل اكس. لحد دبل اكس. لحد دبل اكس ب 145. حلو قوي. انا عمال امسك لكم التبطين تحفه. دي حاجه زي كده اوفر سايز. دي اوفر سايز تحفه. الاوفر سايز عامل كام ده؟ منه نص كومي برضه كان شغال حلو بالنص. عامل كام ده؟ سعره 135. 135 ده اوفر سايز يا جماعه. الطباعه من على الظهر وعامل معانا 135. برضه في حاجه زي كده برضه 135. ده عامل 135 بس عايز اقول لك شكله تحفه قوي. لا هادي جدا قوي قوي قوي. يعني الحاجات السيمبل دي شياكه جدا. في منها برضه ميديوم لارج اكس 2 لحد 2 اكس. تمام. ده 130 برضه كل المقاسات. ده برضه ب 130. اه كل المقاسات. كل المقاسات موجوده ب 130. احنا عايزين نثبت على السعر اما نيجي نعرض. بس حاجه زي كده تحفه. بص التبطين بتاعها حلو قوي. ده برضه نفس السعر. ده برضه 130 جنيه. 130. 130 كل الحاجات دي يا جماعه لوكسيات. كل الحاجات دي مبطنه. كل والنص لوكس والله مبطن برضه. بس بيختلف بقى في تقل الخامه. في التقفيل حلو قوي. في الفينش بتاعها بيبقى شكله تحفه. كام ده برضه؟ ده ب 140 سويتشات. بصوا ده هيبقى ب 140 طباعه ورا وقدام وعامل 140 شكله تحفه قوي قوي قوي. بصوا حلو جدا ده. انا عايز اقول لكم التبطين بيختلف. سمك التبطين كمان بيختلف. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. عامل برضه سويت شيرت زي كده. ده مقاس واحد سايز واحد. ده سايز واحد. تمام. ده برضه عامل 130. ده ب 130 برضه وان سايز زي دبل اكس يعني.
يلبس زي دبل اكس حلو قوي على فكره، ده يمشي جاكيت من السويت شيرت كمان عشان ده سميك جدا يعني سمكه حلو قوي. عاليه زي كده، بصوا في حاجه اعلى زي كده. عامل كام الاول قبل ما نحطه ده؟ 160. طب اثبت لنا السعر بس ياخدوا عليه سكرينات. تمام اوريكي بس خامته من جوه، خامته بس انا عايز اقول لكم الخامات رهيبه حلو قوي. انا عايز اقول لكم التقفيل من جوه كمان يعني احنا بنفتح بالصدفه. بصوا الجمال حلو قوي قوي. تسلم ايدك. تم غسيل ولبس ولا بتكبر ولا بتكبر. وقلنا ده عامل كام يا ياسين؟ ده عامل 160. بصوا اهو الشياكه دي هتبقى ب 160 جنيه. تسلم ايدك، تسلم ايدك بجد، حلو قوي قوي. والوان متاحه، كل موديل شفناه النهارده ما لا يقل عن 7-8 الوان صح؟ كل الوانه متاحه، كل الالوان موجوده، كل درجات الوانه متاحه، كل الدرجات والالوان متاحه. وعمال انوي الفرع ده بتاع الجمله والاسعار اللي بنقولها دي قطاعي. محتاجين جمله هتيجوا هنا. القطاعي اللي محتاج قطاعي من كل اللي شفناه ده هيروح في عماره خان الخليلي. ده برضه عامل كام؟ ده عامل 155. 155 ده برضه مبطن من جوه. بص الشياكه حلو قوي، انا اقول لك ده تحفه قوي. 155 حلو قوي قوي. ده لحد دبل اكس برضه. ايه ده لحد 2 اكس، لحد دبل اكس، لحد دبل اكس. اه وده برضه نفس السعر 155 جنيه. 155 كل ده لوكسيات برضه، نفس الخامه برضه من جوه. بص من جوه تبطين والشياكه. تسلم ايدك. وكل درجات الالوان متاحه، كل ده موجود. تمام ده 155. بصوا حاجه الشياكه زي دي برضه 155 جنيه. 155 الخامه برضه مبطنه من جوه، كل الخامات دي كل الخامات دي تبطين حلو قوي قوي حلو قوي. 155 جنيه. تسلم ايدك. كل الحاجات دي لوكسيات يا جماعه عاليه، بس ما ثبت لحد دبل اكس بس، احنا ما شفناش فيها لحد 3 اكس لحد دلوقتي. ده دبل اكس اهو برضه، ده برضه دبل اكس. عامل كام؟ اه ده عامل 140. ده ب 140 جنيه، دبل اكس ب 140. اه ده برضه مبطن. كل ده بصوا الشغل عالي قوي. تمام تبصين حلو جدا. ده هنبدا معانا برضو تيشيرتات زي كده، زي كده برضو ب 150. ده ب 150 جنيه. ده برضو خامه نظيفه. انا عايز اقول لكم التبصين من جوه عامل زي القطيفه، بس هو مش قطيفه يعني. بصوا عامل زي القطيفه قوي. تمام. طب ثبت لنا نقول السعر وبعدين نشوفها عامله كام دي. ده ب 140. ده ب 140 جنيه بيك سايز. بيك سايز ب 140 برضو خامه مبطنه من جوه. شياكه. تسلم ايدك. 140 بيك سايز. 140 من 3-4-5. ده لحد 5 اكس عامل كام؟ 140؟ 140 لحد 5 اكس. ده كده عامل 155. ده ب 155 مقاسات خاصه برضه. 5 اكس. طب 5 اكس يا جماعه بصوا 5 اكس معانا عامل 105 وكام؟ 155. 155 الاسعار دي كلها قطاعي، الجمله وكمياتها كلها اسعار خاصه. وانا بفضل ده بستلم شغل كل يوم يعني، كل يوم بتلاقي عندي موديلات جديده. كل يوم هتيجوا هتلاقوا تلاقوا الموديلات دي وعليها موديلات ثانيه ان شاء الله. في حاجه زي كده ده جاكيت. ده الجاكيت ده خلاص ده. طب ممكن ترفعوا لنا بس يبان عشان كده مش باين قوي. الشياكه دي عامله كام الجاكيت ده؟ الجاكيت ده عامل 210. الجاكيت ده ب 210. جاكيت زي ده ب 210. حاجات شياكه شياكه مقاسات انا شايفه اكس لارج. لحد دبل اكس برضه؟ لحد دبل اكس. لحد دبل اكس تمام. تعبتك معايا يا ياسين. احنا النهارده جبنا لكم كل الموديلات برضه يعني ما شاء الله اللهم بارك. المكتب مليان كميه موديلات كتير، وباذن الله هاجي لكم يوم تاني اصور لكم تشكيله الترنجات هنا رهيبه جدا. كل الشغل اللي هنا لوكسيات. احنا النهارده فين؟ احنا في سنتر اليسر، عماره اليسر صح؟ عماره مول اليسر قدام جراش العتبه في الدور الرابع صح كده؟ الفرع ده هيكون للجمله والكميات بس. اللي عايز الفرع القطاعي، اللي عايز نفس الموديلات دي قطاعي هيروح الفرع اللي موجود في خان الخليلي في الدور الثالث. هصور لكم العنوان برده واسيبه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، واسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنا بقى انا كنت بصور لكم من سنتر اليسر في وش جراش العتبه على طول، واللي قدامنا هناك ده كمان سنترال العتبه. الشارع اللي بين الجراش والسنترال ده اللي بتخرجوا منه من محطه المترو، هتركبوا مترو من اي مكان وتخرجوا محطه مترو العتبه، تنزلوا محطه مترو العتبه. اول ما هتخرجوا هتخرجوا من الشارع اللي بين الجراش والسنترال. السنترال هيبقى كده على الشمال زي ما انتم شايفين، والجراش على اليمين. عماره اليسر او سنتر اليسر في وش الجراش على طول. تحت كمان في ابو الفدا زي ما انتم شايفين، ومحل عبايتي، ورئاسه حي المسك. انا بديكم علامات مميزة دي في وش على طول سنتر اليسر. وهنزل برضو تحت اصور لكم واوريكم ازاي توصلوا بكل سهولة. انا كده كنت نزلت خلاص من العمارة بتاعت اليسر. بصوا ده شركة اليسر زي ما انت شايفين، دي اللي موجود فيها اللي هتاخدوا منه جملة في رابع دور. يعني لو حابين تاخدوا جملة وكميات هتاخدوا من سنتر اليسر. لو هتاخدوا قطاعي بنفس اسعار الفيديو هتبقى من عمارة خان الخليلي اللي جنب سنتر اليسر على طول في الدور الثالث. برضو موجود هناك اسانسير، اللي حابب قطاعي هياخد من خان الخليلي، واللي حابب كمان جملة وكميات هياخد من سنتر اليسر.
اليسر زي ما انتم شايفين. بوريكم العنوان من تحت كمان في وشنا على طول هنا، ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه اللي صورته لكم من فوق كمان. وعلى الشمال اول ما تخرجوا من محطه مترو العتبه هتلاقوا السنترال الشمال والجراج يمين، سنتر اليسر موجود على طول في وش الجراج، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده. وتاخدوا منه جمله اسعار الجمله، ولو عايزين قطعي زي ما قلت لكم عماره خان الخليلي هي اللي جنب سنتر اليسر على طول، تسالوا على محل ارزاق ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.